قال نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون إن بلاده ستقدم 720 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين في الداخل والخارج، بهدف تخفيف المعاناة التي يعيشونها داخل سوريا وفي دول النزوح. أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية للسوريين المقيمين في الداخل وكذلك للسوريين المقيمين في دول اللجوء. الإعلان الأمريكي هذا جاء على لسان نائب وزير الخارجية ستيفن بيجون الذي أكد أن بلاده ستقدم 720 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين في الداخل والخارج. وأشار بيجون أن المساعدات ستذهب للسوريين في الداخل ولمن هم في أمس الحاجة لها، لكنه لم يحدد إن كانت ستشمل القاطنين في مناطق سيطرة الحكومة السورية أم لن تشملهم. وجاء هذا القرار بعد اجتماع رفيع المستوى استضافته واشنطن بين أكبر 10 دول مانحة في العالم بخصوص الاحتياجات الإنسانية العالمية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيقدم أكثر من 419 مليون دولار، فيما سيقدم مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية قرابة 300 مليون دولار. فيما أشار بيان لوزارة الخارجية أن المساعدات ستقدم إلى المجتمعات المضيفة التي يسكنها السوريون في دول اللجوء، كما ستركز المساعدات على الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين. حول هذا الموضوع مباشرة من تكساس ينضم إلينا الدكتور محمود عباس باحث سياسي. دكتور محمود مرحبا بك، وفقا لاطلاعك هذه المساعدات الأمريكية التي ستشمل السوريين وفقا لما هو معلن بالداخل وبالخارج، من هي الفئات المستهدفة بها؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. بالحقيقة المساعدات هي دائما تدخل في إطار الميزانية الأمريكية السنوية، في كل سنة هناك ميزانية مخصصة للمساعدات الدولية، وطبعا توزع لعدد دول العالمية الأكثر فقرا. هذه واحدة أو طرف من هذه المساعدات التي عادة تكون مقسمة من الميزانية الأمريكية. ولكن من هم المستهدفون؟ بالتأكيد المستهدفون على الأغلب يكون المهاجرون الذين هم في الخارج الآن المقيمون في تركيا أو في المخيمات المتواجد الآن في اليونان، وإلى جانب قسم كبير سيدخل إلى المناطق التي الموجودة تحت سيطرة المعارضة أو المسمى معارضة سورية، وأتوقع أن هناك نسبة كبيرة ستكون لناحية شرق الفرات بالتأكيد. ولكن أستبعد أن تكون هناك أموال أو مخصصة إلى داخل سوريا أو المناطق الموجودة تحت سيطرة السلطة، فيما إذا عينت قسم إلى للمناطق الموجودة تحت سيطرة السلطة ستكون هناك لجان خاصة للتوزيع ولتقديم المساعدات، يعني ستكون تحت إشراف إما دولي أو إشراف منظمات مخصصة من قبل هيئة الأمم المتحدة. وأستبعد كليا أن تكون هناك مساعدات إلى السلطة السورية لأنها موجودة تحت قانون قيصر، وفي هذه الحالة سوف يكون هناك تناقض ما بين قانون قيصر وبين المساعدات الآن اللي سوف تقدم للشعب السوري. طيب إذن هذه المساعدات ستشمل منطقة شمال وشرق سوريا رغم أنها مقطوعة عن المساعدات الأممية بعد إغلاق معبر العروبية، لربما تشمل أيضا مخيم الركبان وهو يكون موجود في منطقة محاصرة، كل المناطق المحاصرة اليوم في سوريا لربما تشملها هذه المساعدات إذن؟ بالضبط كنت أود أن أنوه إلى هذه النقطة بالتحديد. فضل. قبل 3 أشهر أو أكثر كانت هناك هناك قرار أو دعوة لمجلس الأمن لفتح المعابر الدولية، ونتذكر كان هناك خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية بعض الدول وبين بالضبط أمريكا الصين وروسيا على فتح هذه المعابر، ونتذكر أن في المعبر الوحيد اللي سمح له وكمان معبر باب الهواء أتصور لمدة 6 أشهر، فيما بعد أتصور معبر الثاني
يعني 6 أشهر، وظل المعبر تلكوشر ومعابر الموجودة في شرق سوريا أو معابر الداخلة في شرق الفرات أغلق، ظل مغلقا، وقد استخدمت روسيا والصين حق الفيتو في هذه المعابر، طبعا تحت الحجج أن المساعدات إذا دخلت إلى سوريا يجب أن تكون عن طريق السلطة السورية، وإلا فإلا هذه المعابر سوف تظل مغلقة. يعني يريدون أن تكون السلطة السورية هي السلطة الوحيدة التي تستلم المساعدات من خارج الدول، من أي كانت، من الهيئة المتحدة أو من الدول العالمية، وهي التي تكون هي المسؤولة الأساسية في توزيع هذه المساعدات إن كانت على شرق الفرات أو المناطق تحت سيطرة المعارضة، لتعطي الشرعية للسلطة السورية. ولكن الولايات المتحدة والدول الأخرى رفضت هذه الإملاءات طبعا، وأصرت على أن تكون المساعدات فقط إلى المناطق تحت يد المعارضة والمناطق الشرق الفرات الموجودة خارج سيطرة السلطة. وهنا كان الخلاف، أتصور هذه النقطة مهمة جدا، الولايات المتحدة في هذه الحالة سوف تعمل على أن أولا كرسالة توجهها إلى روسيا والصين على أن هناك مساعدات إنسانية في حال قامت روسيا والصين بنفس العملية بقطع أو بإغلاق المعابر أو باستخدام الفيتو مرة أخرى لدخول هذه المساعدات، سوف تكون هناك خلافات إنسانية طبعا قد تدخل فيها منظمات حقوق الإنسان، منظمات الدولية، على أساس أن هذه المساعدات للشعب السوري المعاني إن كان في الداخل أو الخارج، وأن لتوجه رسالة العالم أن روسيا والصين أو دول المساعدة للسلطة السورية هي لا تساعد على إنقاذ الشعب سوريا، وإنما تحاول تدميرها لإبقاء على سلطة بشار الأسد. بالمناسبة أثناء هذه المساعدات ظهر تصريح آخر مقابلها، إن يعني الدعم لهذه المساعدات، يعني اتهمت سلطة بشار أسد، وبشار أسد بالاسم طبعا اتهم على أنه هو المسؤول الأول عن قتل ما لا يقل عن 500,000 سوري وتهجير الملايين من السوريين، يعني طلع مع هذا التقرير هذا التصريح أيضا، وهذه دلالة على أن كانت رسالة موجهة إلى السلطة أن القانون قيصر لا زال مفعولا، وأن هذه المساعدات سوف لن تتعارض مع قانون قيصر، وأن الرسالة موجهة إلى روسيا أن المساعدات سوف تكون للمناطق التي لا تؤمن بها لا روسيا ولا السلطة، على أساس أنه منطقة تابعة للمعارضة أو لشرق الفرات. طيب. إذن هذه المساعدات ستشمل السوريين في الداخل وفي الخارج، ستشمل النازحين واللاجئين، ولربما تشمل أيضا السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة كما تفضل دكتور محمود. حبذا لو أو ما لا أعرف إن كانت واضحة لديك الوسائل التي من خلالها ستوزع هذه المساعدات، هل نتحدث هنا عن منظمات دولية لربما؟ بالمناسبة أريد أن نصحح، عملية إيصال المساعدات إلى الداخل سوريا أو المناطق الموجودة تحت السلطة السورية أتصور حتى الآن مرفوضة، وحتى الآن لم يتحدث فيها، ولا أظن أنها ستدخل، فيما إذا قررت و يعني وضعت نسبة معينة لتصل إلى الداخل أو المناطق الموجودة تحت السلطة السورية، بالتأكيد سوف تكون تحت إشراف منظمات. هذه العملية مدروسة سابقا ولا تحتاج إلى تشكيل لجان جديدة أو منظمات تقوم بعملية التوزيع. أتصور هذه على الأغلب سوف تكون من منظمات إنسانية تابعة للهيئة المتحدة تحت الإشراف الدولي، لأنه عندما الولايات المتحدة سوف تقدم المساعدات بالتأكيد سوف تراقب كل كمية إلى أين تصل وكيف توزع. يعني فيما إذا لم تكن لجان أمريكية خاصة، سوف تكون هذه اللجان الأمريكية أو الهيئات الأمريكية سوف تراقب أين تصل هذه الأموال. بالمناسبة أتوقع إن كمية كبيرة سوف تصل إلى تركيا، وتركيا دائما كانت تدعي إنها لا تستلم الأموال لمساعدة اللاجئين، ونحن نتذكر كيف إنها أضغطت أو ضغطت على الدول الأوروبية واستلمت ما لا يقل عمليا يقال انه تقريبا بحدود ما بين 3 مليار الى 6 مليار، ولكن بعض المنظمات الدوليه بينت حتى ان بعض الدول الاوروبيه بشكل غير مباشر اثبت انها تجاوزت 12 مليار دولار، وتركيا رفضت هذه الادعاء، ولكن بعض المنظمات الاخرى اثبتت ان تركيا استلمت كميات هائله جدا، واتوقع ان هذه قسم من هذه الاموال سوف تصل الى تركيا. طيب. تذكر ان حوالي 300 مليار
300 مليون هي من هيئة اللاجئين الأمريكية. يعني هيئة اللاجئين عادة تكون هذه الأموال إلى خارج المناطق الداخلية، يعني تكون مناطق اللي يتواجد فيها اللاجئين السوريين. طيب بنعم أو لا دكتور محمود، هذه المساعدات إذن مخصصة للسوريين النازحين واللاجئين فقط، أليس كذلك؟ هذا طيب. ما يدعى يعني هذا ما يدعى، بس هذا ما يدعى. في هناك نقطة أخرى، تفضل. ال 419 مليار دولار هي عملية الإنماء، يعني خارجة من منظمة الإنماء والتنمية، يعني التنمية والمساعدات. ربما قسم من هذه الأموال سوف تصل إلى بعض الهيئات ليس للتعمير ولإنما لتأمين المعيشة أو المخيمات التي يعني تساعد على تسهيل إسهال المعيشة. طيب في تركيا، أتيت على ذكر تركيا وغيرها من الدول التي لجأ إليها السوريين كلبنان، الأردن، والمخيمات في اليونان، وحتى في الداخل السوري فيما يخص النازحين يحكى في أحيان كثيرة عن بيروقراطية، يحكى عن عدم وصول المساعدات، هناك شكاوى عديدة من قبل السوريين. هل من ضمانات هذه المرة برأيك دكتور محمود؟ لا أتصور، في الواقع الحالي، في الواقع الموجود فيه الشعب السوري وفي المنظمات التي تتحكم بمصير الشعب السوري وفي هذه القوى العسكرية والتي تبينت من خلال منظمات حقوق الإنسان كيف نهبت الشعب السوري. نتذكر تقرير هيئة المتحدة أو تقرير حقوق الإنسان الأخير اللي خرج، كيف تقوم المنظمات في منطقة عفرين ومناطق ما بين سيري كاني، كيف تقوم بالنهب ويعني تدمير المجتمع الكردي في المنطقة. أتصور سوف يقومون أيضا بأساليب معينة أو بعملية الفساد أو نهب هذه الأموال، ولكن أتوقع أن اللجان التي سوف تشرف على هذه سوف تحاول أن تكون أكثر شفافية، تحاول أن تصل هذه الأموال إلى معين، ولكن ليست هناك ضمانات، ولا أتوقع أن سوف تكون 100% هذه الأموال سوف تصل للشعب السوري. لا أستبعد أن كمية كبيرة سوف تذهب إلى تجار الحروب وإلى الفاسدين والرؤساء المنظمات، هذه المنظمات العسكرية التي لم تعد يهمها الشعب السوري بقدر ما يهمها أموالها. في نقطة معينة هناك مجموعة من السوريين اللاجئين في منطقة يعني الأقليم الفيدرالي في كردستان، جنوب كردستان يعني شمال العراق، يقال ان بعض الاموال ربما ترسل الى هذه المناطق. ما لا اعلم اذا كان جيم جيفري قد تحدث في هذه النقطه ام لا، ولكن قد تكون هناك بعض الاموال هناك. حتى الان لم يخرج اي تصريح رسمي، ولكن هناك توقعات في هذا المجال. طيب ختاما يعني كي نفهم هذه النقطه ايضا، على سبيل المثال أعطينا مخيم الركبان وأعطينا المخيمات في منطقة شمال وشرق سوريا، في هذه المخيمات بالتحديد لا تحظى بأي مساعدات أممية كما يقال، يعني هل نتوقع أي تنسيق مع الدول المتدخلة بالشأن السوري، أتحدث عن روسيا مثلا، عن حتى الاحتلال التركي، للتنسيق معه وإدخال هذه المساعدات؟ لا، المساعدات هذه سوف لن تكون لا عن طريق تركيا ولا عن طريق روسيا، وليس والولايات المتحدة سوف تصر أن هذه الأموال فيما إذا وصلت إلى مخيم الركبان أو مخيم الهول أو جميع المخيمات الموجودة في داخل شرق الفرات في داخل الإدارة الذاتية سوف تكون بإشراف إما هيئة المتحدة أو بإشراف الولايات المتحدة مباشرة، يعني بالتأكيد سوف تستبعد روسيا وتركيا من توزيع هذه المساعدات، إلا المساعدات التي ستدخل إلى تركيا للاجئين السوريين في داخل تركيا. هذه حال أخرى سوف تشرف تكون بيد الدولة التركية بمراقبة الهيئات الولايات المتحدة الأمريكية المفرزة من قبل مركز اللاجئين في الأمم المتحدة. طيب. وأيضا الهيئات الأمريكية بالتأكيد. طيب. قانون قيصر أستبعد كليا أمريكا. نقطة معينة هنا، لماذا أمريكا سوف ترفض هذه؟ لأن الولايات روسيا هي الوحيدة اللي استخدمت حق الفيتو لعدم فتح معبر تركوجا. النقطة الثانية، فيما إذا أشرفت روسيا على هذه المساعدات سوف تكون هناك تناقض بينها وبين قانون قيصر، لأن روسيا أيضا تدخل تحت قانون قيصر لعدم مساعدة سوريا. طيب.
في الحقيقة هذا ما سمح به الوقت. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا من تكساس الدكتور محمود عباس باحث سياسي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. بعد الفاصل إيران وتصريحات جديدة حول الوجود التركي في سوريا.